عليكم. حيا الله ناخذ يا مرحبا. مساكم الله بالخير واللهم صلي وسلم محمد صلى على النبي. الأجواء جدا عليلة اللهم لك الحمد، مبسوطين ومرتاحين. العائلة الكريمة عن بكرة أبيها. ترى من اليوم أنا أشتغل توي، تروشت الحين أقول والله من اليوم. عن صفحة إبليسك أنت وبنت أخيك. من هي حيوانة؟ من هي دبوسة؟ من هي منعته وجهتنا وقامت تبسعته وخلي نحبه دبوسة. والكلب الثاني صديقك صالح سمي الشيوخ ودك تقلبه وتحط وخشم وكسب الزق. تدري ليه؟ تدري ليه؟ نايم أنا أبوي نايم هنا من شوي. نايم بهذا وعلى ما نمت زانت النومة ويجي يمشي ددو 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 ينبخ الذبان. ايه ينبخ الذبان. يا ويل لك يا ويل لك. ها كيف الراحة يبا؟ رجعنا. أنا هافك هلا خرب ضخت قلبي قلت هذا بيكبر. أنا هافك من قال يا سلام. رجعنا بما أنه أول يوم لك هنا ب إن شاء الله مو آخر يوم إن شاء الله. بما أنه أول يوم لك بالمزرعة بما أنك أول يوم بالمزرعة نبي نحاول نميل لك الصورة الحلوة والفعاليات الحلوة بالمزرعة. لا إن شاء الله ما تلاقي صورة سيئة. قلت في أحد باكل طيب بعدك تشم وليش باكل كله. طيب رجعان رجع عزوز عطوا الفعاليات اللي هنا مستمرة بالمزرعة. عط رجعان ليش ماخذ من الفعاليات من الغدير هذا؟ ليه فعاليات هذه؟ هذه فعاليه فضيله. احسن فعاليه بالحياه. ما تفهم شيء. روح رياض روح رياض. طيب احنا نبي يكون هنا عندنا يا ابن عزوز. ابيك ركنا هذا اول سنه اول سنه. معضله عزوز العظمى. ها الاكل المعضله. خلصنا خلصنا من واحد راح عبد الله بيجينا هذا بداله. ها الله يعينك. اشواني معك تكفى يا اخي. احنا كل من جانا واحد نبي نرغبه بالمزرعه انت تنفره يا اخي. فضحتنا عشان الاكل يكون لي حق الضيف يكون لي حق الضيف يكون لي. طيب دقيقه من تستقبل منه انت يوسف؟ عطوا الصوره الكويسه للمزرعه. اها يعني الصوره اللي هي فعاليات والامور اي اي المستمر. نعم نعم دايم متاكد مو بسوي اليوم بعدين. لا 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 بالمزرعه الاكل ما تبونه مع السرعه. الاكل تبي اسلم يوسف. فعالية 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 من طيب هذه شغلتي خلي لك الخراب يعني انت لا اكرام النعمه واجب. اكرم النعمه اكرم النعمه مو تاكل كل شيء يا ولد. ها خلينا جعان فاكل ما هو طيب هل احد يمنع الاكل بالله كم صرفت تجيب الغرب تقطع كامله. شوف انا ترى احب الشخص اللي ياكل الشخص اللي ياكل. قسم بالله اني احب الشخص اللي ياكل واستانس على اني بدو حتى ما اكل انا اشوفه هو ياكل. عزوز ولا غير عزوز؟ والله نبي الطبع هذا. احب اكون جالس ها واني والله اني استانس اذا شفت احد ياكل. انا عادي اكل من اللي ياكل قدامي. انا اشبع من اللي ياكل قدامي. اي والله ها من النظر. حرب رجعان وعبد العزيز على وشو على ها حرب بارده على وشو على المعونه. المعونه ولا المونه؟ المعون مالي المعونة قصدك المعونة حلو. ترى كلها كم كيس رز وكلها كم كرتون ثروة. كيس رز ثروة سكانية رز أبيض. طيب اسمع قل لا إله الله. ترى رجعان حنا نسمع حنا نبي حنا يا كل فتح الموضوع نبي
رغب رجعان بالجلوس هنا. انا اقول مستحيل مستحيل اجي سواد. لا 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 تبتج. انا اقول لك روح الرياض ما نبيك. لا لا قل لي الله قل لي الا الله. انت ليه انت ليه ما تبي يا اخي؟ ياكل لك يا اخوي. ما ما شاء الله ما شاء الله. يوم تجينا بالرياض. ها روح ما نجي الرياض. كابو العيش عندك. ها الهجره الرياض يا ولد. لا تبي تلقى الخير تبي تلقى الخير. بس اسمع ترى رجعان اسمع ترى رجعان ام رجعان اختنا الكبيره ولو حق بهالارض هذه كلها المزرعه ي... ما عليك زين. وانت انت البناخي انت البناخي زين. اسمع انت البناخي والمزرعه لك كلها. احنا الطالعين وانت اللي داخل. انت سمعت؟ احنا محتاجين مستثمرين مثل رجعان. رجعان مستثمر اذا تبي المؤونه تستمر يعني. كابو رجعان مستثمر. رجعان ايقونه من ايقونات الرياض. نعم رجعان شفت الشخص هذا؟ نعم زين. انا ما اتكلم عن نفس الشركات تتكلم. الله اكبر شركة سلام. رجعان اتكلم عنك الاكل يتكلم عنك. ايه هو احسن شيء. رجعان 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 رجال مستثمر ورجال صاحب شركات. رجال فكره متجه للحسابات والامور هذه وانا احتمال كبير اسلمه لاداره في المزرعه. احسنت بارك الخروج من المزرعه اذا استلم الاداره. لا 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 عزوز ما نرضى. عزوز لا 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 عزوز اسمع يا اخي اسمع. قل لي قل قل لي الله قل لي الله قل لي المستودع لي ابشر يا اخي. قل لي الله هو راح هو والله العظيم راح نحاكم بالعدل وراح اكون انا حاكمهم. عز الله انا كنت حاكم من قبل حاكم ان الموضوع وخلصت ونجزت لنا الامور بسيطة. لكن ان شاء الله بسيطه. هلا 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 لا عزوز يسلم هو بس انه رجع توجع ما يقدر يقول. ايه احنا 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 نبي عزو رجعان يستلم ادارات المزرعه واموره والصرف وما الصرف. قلت لمعلمين ياخذ كر الله يستلم اداره برا. لا 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 ترى قول بالعدل والشرع ولا غير العدل والشرع. جبل شماغ بس دام قال جبل شماغ ترى وضعك منتهي. شوف لا دنق راسه بعد. ها شوف قاضي يا قاضيني يا رب الحق من جينا احكم بين رجعان جزاك الله خير جزاك الله خير. والله هالحق يفوز ان شاء الله. هذا القدوع هذا القدوع هذا والله ساحبين عليك شيء ولا يراك شيء. تخصم من النقاط صب القهوة بس تخصم. ونعم يا حبيبي انت قاضي بالحق. قم صب القهوة مو اعطيك شيء. انا من صبتك عارف انت نصاب ولا. ونعم 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 الله. ها دقيقة دقيقة ها ونعم نقاطك زاد. افصمها بالله بعد افصمها. حتى الشيخ استحى. يا ويلكم اسلم. قهوتك متى انت مسويه؟ تقريبا لها ساعتين ساعتين مو صحيح لها اسبوعين. طلعت زرجت تقدر تحكم نقاطه بالسالب هذا. هذا مديون نقاطه مديون بالسالب. ها عم جعاد الحق تعالوا. يلا تعالوا جعاد الحق تعالوا. اشكرك احكم جزاك الله خير بين ما شاء الله قدوا توهلوا. والله مو من صالحنا نخليه بالمزرعة بس عادي شكرا الله في القضاء في القضاء. لا تفهم خليك صريح صادق. تسمع تهديد يا ولد. لا الرجال يعلمك وانت يا ابو نبي الصدق نبي الصدق. الله الله عن رجال ظالم رجال حق ولا حق اسلم انصف الحق.
شاء الله انك نقاطك زادت. ها ها. زادت. وش النقاط اللي بالقضاء؟ هي النقاط. وش نلعب لعبة حنا؟ لا لا لا. أبشر. حتى ابوي جالس يسمع هذا. اسلم. استند معلوماتي من الوالد. جزاك الله خير. لأنه هو له خبرة بالقضاء. جزاك الله خير. خلصت حكم حكم مسرع يعني. هو اللي حكم الله صدق ها آه. حكم الله احنا تفضل لا حد يقاطع اسكت وانت اسكت اخوكم يرجع ها يا ابن محمد ها رجعان ابن محمد نائب على المزرعة الخارجية ونعم ونعم وانا وين وانت نائب على المطبخ المطبخ وانا مدير على المطبخ وانت مدير على المزرعه جزاك الله نائب ايش رجعان نائب ايش نائب ايش رجعان نائب المزرعه الخارجيه خلاص انا خذيت اللي انا خذيت اللي بي جزاك الله خير يا وليدي رقم حساب ترى يضرب انا خاب اليوم يوم مو ترى تعال 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 انت انت هات 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 اقعد معهم اقعد عطى ملحق يبا وشو عليه طال عمرك تنصف الحق هالمزرعة هذه من هو المديرة ومن هو النائب ومن هو اللي المطبخ نائب المطبخ والامور هذه انصف بين هالثلاثة اللهم صل على محمد الله يسعدك صل على النبي صل على النبي يا عيال صل على النبي اللهم صل على محمد يا ولدي هذه ذمه والله اعلم ان الانسان الذي يعطي بعض العالم غير حقه هذا يا ولدي ظلم من رب العالمين تسمعون كلكم تسمعون وانت يا طيحان وش اسمك انت طيحان يا هلا بالطيحان وانا خاب لك قبل يلا هيتي انت كلكم قرايب والاخوان ولا وشو هذا طال عمر ابن اخي اثنين عيال هذول هذول اخوان والثالث ابن اخيها موكل من هو والموكل يوسف موكل من هذا ما في احد موكل الحين بالمزرعه هم مدير المزرعه مدير المزرعه ايه؟ الرئيس منه رعيها الاول هنا انت اي انت ايش اسمك يا ليدي انا اسمي اوكل يا هلا والله بعوكل يا مرحبتين والله نسمع لك يا وليدي هذا اسم قديم انا خابره قبل يوم والله يا وليدي الحمد لله على دبرة الله والله شوفوا يا وليدي ترى وصل والله يا وليدي انطق طال عمرك انت وش تقول طال عمرك وش تقول انت احكم من النايب 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 ايه؟ النايب اللي ما غيره نعم النايب معروف يا وليدي النايب النايب عوكل بيض الله وجهك اسمع طال عمرك النايب عوكل النايب اما انت يا ولدي انت اسمع اما انت يا ولدي انت طال عمرك المزرعة هذه وتديرها انت صباب قهوة صباب قهوة يا شيخ صباب وانت ايش اسمك يا ليدي؟ عبد العزيز ما شاء الله عليك عبد العزيز ان شاء الله انك عبد العزيز ان شاء الله 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 كريم يا ولدي الله كريم اما انت طال عمرك تنظف المزرعة كلها ابشر ابشر من الى كالناس يعني كالناس كالناس انت يا ولدي قهوجي وارض الحق هذا طال عمرك ينظفه 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 كله على رجال نشيط ورجال يحب الشغل اي سكر والثالث الاقصى وانت يا ولدي وش اسمك انت؟ رجعان يا هلا والله برجعان يا هلا ان شاء الله بنرجع الخير والمطر الطيب ايه؟ اما انت يا ولدي ها. انت تحفر وتقف من طلعت الشمس وتجمع الاغراض ولا حط والمدير مدير المزرعه انت وهذا طال عمرك والوضع طال عمرك متفق عليه وخير أم المديرة الكبيرة العير الكبيرة فهو أنا طال عمرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير عز الله أنه حكم عز الله أنه حكم وعده أنا موافق عز الله أنه حكم دام هذا الزبال ما عندي مشكلة عز الله أنه حكم بيض الله وجهه شوف اللي وصيتك عليه وجه ولدي ليه يطيح ولا قرطاسه آه. سمعت وانت
لا تنبث رمله اللي تعرف وضعيته وترد لاخوك هذا، عسى الله يوفقكم ان شاء الله على الخير والسموحي تروى الطيب. جزاه الله خير.